السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق هو الركن عبد الفتاح البرهان. السادة أعضاء مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. السادة الحضور الكريم، مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم السامية والرفيعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، الآن ألغي على مسامعكم الاتفاق السياسي الذي سوف يتم توقيعه عقب تلاوته مباشرة بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاق سياسي. استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددا لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 أكتوبر 2021، مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة. واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنبا لانزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته، وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين. وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية، وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة، اتفقا على الآتي: أولا، التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق. ثانيا، يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. ثالثا، يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط. رابعا، أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. خامسا، ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة. سادسا، إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية. سابعا، التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين، وتقديم الجنات للمحاكمة. ثامنا، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. تاسعا، الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام،
وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة. عاشرا، ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري. 11، يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا. 12، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 13، العمل على بناء جيش قومي موحد. 14، بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. الآن مع فقرة التوقيع على هذا الاتفاق. احنا عندنا نشرة أولى. نتابع وإياكم الآن هذه الصورة من القاعة المخصصة لتقديم الكتاب. الحضور الكريم، الآن مع كلمة الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، سيد نائب رئيس المجلس، أعضاء المجلس، قيادات العمل التنفيذي والشعبي والسياسي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين جعلوا هذا ممكنا. أنا داير أبدأ بأنه أقول هذا السودان محروس ومحمي، وكلما وصلنا لنقطة اللا عودة بنقدر كسودانيين نرجع بلدنا في الإطار الصحيح. أجمل ما تحقق في تاريخ السودان بعد الاستقلال عندما تداعينا وتوحدنا بهذه الوحدة، أنجزنا أكتوبر 64، أبريل 85، وديسمبر 2018. أنا عندما قبلت تكليف رئيس الوزراء الانتقالي كنت أعلم تماما أن الطريق ليس محفوفا بالورود، وطريق صعب ولا يسير في خط مستقيم، محفوف بالمخاطر، لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نمرق ببلدنا لبر الأمان. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان، ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم.
التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يفتح الباب واسع لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته. بكل تأكيد السنتين الفاتوا في هذه الشراكة أنجزنا فيها الكثير، فك العزلة الدولية، خروج السودان من غيمة الدول الراعية للإرهاب، الاقتصاد، السلام، دي إنجازات كبيرة جدا، لكن تظل هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجهنا. بالإرادة الموحدة نحن قادرين على تزليلة فينا نمشي فيها مع بعض، وأنا بوقع على هذا الاتفاق بهتدي بأربع أشياء أساسية. الأول، نحن دارين نحقن دماء السودانيين. أنا عارف شبابنا عندهم القدرة على التضحية والصمود وتقديم الغالي والنفيس، لكن الدم السوداني غالي، خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير. هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق، نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي، ونستعيد مسار الانتقال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا. أيضا هذا الاتفاق يتيح إمكانية لأننا نقدر نحافظ على مكتسبات السنتين الماضيتين، كان في السلام أو في الاقتصاد. دي مسألة مهمة جدا لازم نخدها نصب أعيننا باستمرار. أيضا هذا الاتفاق سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي، وده بيتم بتوسيع قاعدة الانتقال. نحن محتاجين بدل ما تضيق هذه المسألة، خلونا ما نضيق الواسع، خلونا نمشي بأننا نقدر نوحد كل قوى شعبنا الحية للمحافظة على هذا البلد وبناء نظام ديمقراطي راسخ مستدام. مرة أخرى شكرا جزيلا، أنا متأكد هذا الإنجاز تم نتيجة لعمل ظل متواصل في خلال الثلاث أربع أسابيع الماضية من الحادبين على هذا الوطن ومن الأصدقاء والأشقاء والشركاء في محيطنا الإقليمي والدولي. نشكر كل من ساهم في ذلك، وأنا على استعداد في أننا يعني نشتغل مع بعض عشان نمشي ببلدنا دي قدام. شكرا جزيلا، أتمنى أنه يعني بلدنا تكون محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن مع كلمة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة. في التضحية وفي نكر الرزاق لكم تحية تستحقونها، وأنتم دوما تضربون أروع الأمثال في التضحية وفي نكر الرزاق لكم التحية، وأنتم تقدسون ثورتكم لكم التحية، وأنتم تدافعون عنها. هذا الموقف الذي نقفه اليوم هو واحد من خطوط الدفاع عن الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. التحية لكل من قدم من أجل هذه الثورة، التحية لكل الإخوة السودانيين الوطنيين الذين وقفوا معنا منذ نشوء الخلاف الواضح بيننا وبين القوى السياسية. نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة، الحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا العناء السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيل الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة حدثت في أبريل 2019. نحن نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنائنا، كل إخواننا وكل أعمامنا، فأننا نظل متوافقين، نظل متحدين مهما حدث بيننا من خلاف. تعودنا دائما أن نحن كسودانيين نحل مشاكلنا برانا،
وهذا الحل وهذا الجهد قاموا به إخوة أعزاء ظلوا على سهر وعلى تواصل منذ فترة طويلة، ليست بالجديدة، ليس بعد يوم 25، لكن من قبل يوم 25 نحن لنا شهور كنا ندور في فلك. كان بعض إخوتنا يزعون بيننا للتقارب وللتواصل، ومن بين الذين كانوا يزعون لهذا التواصل الأخ الدكتور عبد الله حمدوك سعى بكل جهد وبكل جهد وبإخلاص أن نصل إلى توافق، ولكن لم نتمكن من الوصول إلى ذلك. هذا الانسداد كما تلي في الوثيقة حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل. حقيقة أنا بشكر الدكتور عبد الله حمدوك شكر خاص أنه هو ظل دائما في محل ثقتنا وظل دائما في محل تقديرنا واحترامنا. نعلم حجم التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف، حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني، وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وأحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة. تحية خاصة للناس اللي كانوا مسهرين لنا، نحن يمكن 5 أو 6 يوم في ناس بذلوا جهد كبير جدا في أنه نحن نوصل لهذا الموقف. أخص بالشكر، أسمحوا لي أن أشكر أخونا عبد الرحيم حمدان وإخوة كسر كان لهم الدور في أننا نحن نصل لتوافق، بنفتكر أنه كفيل بأنه يأسس لنا تأسيس حقيقي لإكمال فترة انتقالية بصورة توافقية. نحن كما ذكر الأستاذ وكما تلي عليكم لا نريد أن نقصي أحد إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني. نريد أن نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية حتى نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة أنها تنقلنا وتأسس لنا الفترة المقبلة. لكم التحية ولكم الشكر، ونسأل الله ربنا يتقبل كل الشهداء، ونحن على عهدنا مع الشعب السوداني ومع كل الحادبين على مصلحته أن نستكمل المسار اللي بديناه ونصل في النهاية لانتخابات حرة نزيهة ما فيها كنكشة زي ما الناس بيقولوا. كلنا نسعى في أن المسألة تمشي بالطريقة السلسة الآمنة المأمونة اللي بتخلينا إحنا عندنا حافظين مصداقيتنا للشعب السوداني وحافظين كلمتنا للشعب السوداني. نكرر شكرنا تاني لأخواننا اللي بذلوا هذا الجهد، وشكر خاص للدكتور عبد الله حمدوك. إحنا بنفتكر أنه هو أصلاً ما كان بعيد مننا طيلة فترة التفاوض، وأصلاً الاتصال بيننا ما انقطع، وظل صابر وصامد وصبر معانا وصمد معانا لغاية ما وصلنا لهذه اللحظة. تحياتنا له وتحياتنا لكل الشعب السوداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم الآن إذن هذه الصورة التي تأتينا من العاصمة السودانية الخرطوم بعد التوفيق على الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذا الاتفاق السياسي كما جاء في بدايته كان نتيجة صراعات للقوى السياسية في السودان، وجاء بعد أن فشلت كل المبادرات في احتواء هذه الأزمة السياسية وسداد الأفق بين المكونات السياسية أيضا في السودان، وتعهد من خلاله الطرفان كما جاء في إعلان المسودة لهذا البيان أو الاتفاق بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح السياسي وإكمال الثورة الانتقالية وصولا لحكومة مدنية. وكان هذا الاتفاق كما جاء الإعلان عنه أيضا، نتابع الآن هذه الصور التذكارية التي تلتقط الآن لأطراف العملية السياسية في السودان عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. اعتمدت
هذه الوثيقة أو هذا الاتفاق على عدة نقاط، أولها التأكيد على أن الوثيقة الدستورية 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وأن هناك ضرورة لتعديل هذه الوثيقة بما يحقق مشاركة سياسية من كافة الأطراف والقوى السياسية في السودان عدا حزب المؤتمر الوطني.